فخامة رئيس الجمهورية يشهد ظهر اليوم افتتاح أعمال القمة رقم 30 للاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية. سيدة البلاد الأولى تشارك بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر منظمة السيدات الأول الأوبداس، وذلك بهدف إدخال بعض التعديلات في المنظمة. وزير الثروة الحيوانية يشهد حفل التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجموعة عصام الأشرف السعودية ومجموعة بن بطي للاستثمارات الدولية الإماراتية بهدف تنفيذ بعض المشاريع في البلاد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. انطلقت ظهر اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة 30 للاتحاد الأفريقي، والتي ستناقش مختلف المواضيع المتعلقة برفع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة ظاهرة الرشوة. القمة كانت بحضور رؤساء الدول، من بينهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بجانب سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والوفد المرافق لفخامة أحمد هارون الغالي من أديس أبابا. قمة الاتحاد الأفريقي ابتدأت بأخذ صورة جماعية لجميع رؤساء الاتحاد الأفريقي الذين جاءوا للمشاركة في أعمال هذه القمة 30، وبعدها انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 30 لرؤساء الاتحاد الأفريقي، وذلك وسط عدد كبير من المشاركين والمدعوين في هذه القمة. في البدء قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد خطابا مطولا تطرق فيه إلى مشكلة الإرهاب وهجرة الشباب والإشكاليات العالقة في بعض الدول الأفريقية كمسألة ليبيا والصومال والصحراء الغربية، شاكرا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقوفهما الدائم مع الاتحاد الأفريقي، مؤكدا بأنه خلال العام المنصرم أنجزت العديد من الفرص وحققت العديد من الإنجازات بالرغم من التحديات التي تواجهها القارة. وبعده قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ خطابا سرد فيه التاريخ الذي يربط إفريقيا مع العالم العربي، وقال إن الفضاء المشترك بين العالم العربي وإفريقيا أصبح الآن مسرحا للتوتر، لذلك يجب تضافر الجهود معا من أجل القضاء عليه. أما من جانبه الأمين العام للأمم المتحدة قال إن مسألة الأمن والسلم ومحاربة الإرهاب وهجرة الشباب والتنمية المستدامة هي العامل المشترك بيننا وإفريقيا للنظر معا في هذه المسائل، مؤكدا بأن إفريقيا تتمتع بخيرات كثيرة يجب استغلالها من أجل رفاهية الشعوب. وأخيرا تم تسليم الرئاسة الجديدة لبول كاغامي. رئيس دولة رواندا الذي قدم خطابا طالبا فيه من الرؤساء أن يقفوا معه من أجل تحقيق طموحاته وبرامجه التي رسمها لتطوير القارة السمراء. وعقب افتتاح أعمال القمة 30 للاتحاد الأفريقي فقد التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بنظرائه الفارقة، وقد ناقشوا مختلف المواضيع المتعلقة بالدور الذي تلعبه المرأة في القارة الأفريقية. أحمد هارون الغالي مرة أخرى. ضمن الأنشطة المصاحبة لقمة الاتحاد الأفريقي، حيث التقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع نظرائه الأفارقة وتبادلوا مختلف القضايا التي تخص الاهتمام بالمرأة. هذا اللقاء كان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة. موضوع المرأة ومشاركتها في صنع القرار هي من أهم المواضيع التي تبادلها الزعماء في هذا اللقاء، وقد طلب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الاهتمام بالمرأة، وذلك بدءا بتربيتها الأولى وإدخالها في المدارس حتى تستطيع أن تحقق وتنجز كما ينجز الرجل. هذه النظرة يجب أن تطبق على أرض الواقع، ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي. هذا الاهتمام بالمرأة من هؤلاء الزعماء يؤكد مكانة المرأة في المجتمع وحضورها الذي يلعب دورا هاما في توازن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
نبقى دائما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث شاركت اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو مع نظيراتها سيدات البلاد الأول في أعمال القمة، اللقاء التحضيري لمؤتمر منظمة السيدات الأول المعروفة بالأوبداس، كان ذلك بالعاصمة الأثيوبية. تقرير أحمد هارون الغالي. في إطار مشاركتها سيدة البلاد الأولى في أنشطة الاتحاد الإفريقي والتي تعقد هذه الأيام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية، التقت سيدة البلاد مع نظيراتها، وذلك من أجل دراسة ومراجعة أنشطة الأوبداس المختلفة والتي تهدف إلى مكافحة الأمراض والأوبئة التي تحدد المرأة الإفريقية، لا سيما وباء السيدة. وخلال التداخلات المختلفة لسيدات البلاد الأول طرحت العديد من المسائل، منها ضرورة تغيير اسم الأوبداس إلى الأوبداد، وهو يعني منظمة سيدات البلاد الأول من أجل التنمية في إفريقيا. كما تطرقنا سيدات البلاد الأول إلى الميزانية لتسيير عمل المنظمة، وكذا ضرورة وضع لجنة لمتابعة المقترحات التي قدمت خلال هذا اللقاء. كل هذه المقترحات التي نوقشت من قبل سيدات البلاد الأول نالت ترحابا وإعجابا. اللقاء لم يختصر على هذا، بل تطرقنا إلى العديد من المسائل كالتعليم والصحة ومختلف المواضيع ذات الاهتمام الإفريقي. وفي موضع آخر، شهد مساء أمس فندق لاتجر بلازا مناسبة التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ومجموعة عصام الأشرفي السعودية ومجموعة بن بطي للاستثمارات الدولية الإماراتية، بهدف ويهدف المشروع إلى تنفيذ مشروع إنشاء بنك لدعم الثروة الحيوانية ومزرعة حديثة للدواجن، إلى جانب تحديث مسلخة فرشة. المناسبة ترأسها وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف بجانب حضور رجال الأعمال الجادين. محمد حسن أدم. تنفيذا لوعود الدول الصديقة لدعم الخطة الوطنية للتنمية للعام 2017 والعام 2021 خلال أعمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد المالية بباريس وملتقى أبو ظبي للاستثمار، وتطبيقا لسياسة السلطات العليا في البلاد الرامية إلى مشاركة المستثمرين الأجانب لتعزيز القطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ومجموعة إسام العشرة في السعودية، إلى جانب شركة بن بطي للاستثمارات الدولية الإماراتية، حيث أن المذكرة الأولى تتمحور حول إنشاء بنك لدعم الثروة الحيوانية بتشاد. تأسيس بنك جديد، فالبنك إن شاء الله المزمع تأسيسه حيكون شراكة بين تشاد كدولة، البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة عصام عبد العزيز الأشرفي، وطبعاً حيكون جزء من البنك للأخوة التجار التشاديين أو حتى الأفراد، سيطرح جزء من البنك كمساهمة، وكل من يستطيع أن يساهم في هذا البنك. طبعاً البنك فكرته هو دعم الثروة الحيوانية. أما المذكرة الثانية تتعلق ببناء مزرعة نموذجية للدواجن لتوفير البيض، وكذا تحديث سلخانة فرشة بمواصفات ومعايير دولية. احنا جينا هنا قبل شهرين والحمد لله تكررت الزيارة في مشاريع أخرى، وبإذن الله كمان شهرين أو ثلاثة حتكون مشاريع أخرى إن شاء الله، لأنه معالي الشيخ حامد بن خادم بن بطي الحامد اللي هو رئيس مالك الشركة حيكون في زيارة هنا إن شاء الله لوضع حجر الأساس لمشروعين، مشروع الدواجن ومشروع اللي هو إن شاء الله تجديد السلخانة التشغيل فيها بإذن الله. من ناهيته وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف أشاد بهذه البادرة الطيبة. إلا الآن بدأنا معهم، وإن شاء الله نلقى الاتفاقية ما قريب تكون سارة المفعول. هذا مركز الدواجن، مركز حديث، وكذلك الحمد لله الإخوة في ابن بطي وصلنا معهم إلى نتائج أبرتوارنا فرشة. الآن اتفقنا معهم طبعا مع وزارة التجارة ووزارة المالية، كلهم إن شاء الله الأمور جارية في التوقيعات، سوف يعملون إصلاح كامل يكون في إنشاء إن شاء الله بنك للثروة الحيوانية يكون أما قريب. ونقطة ثالثة إن شاء الله إن شاء الله في جهة في الإمارات، صندوق أبو ظبي للتنمية أيضا قادم،
يكون سوكوك ده تكون مؤسسة ضخمة. وننوه إلى أن إنشاء مثل هذه المؤسسات الاقتصادية تساعد كثيرا في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وكذا مكافحة الفقر والبطالة عبر توفير فرص العمل للشباب. أطلق حاكم إقليم شاريبا قرمي الحملة الوطنية للتوعية لصالح المزارعين حول ضرورة الرجوع إلى الزراعة، وذلك باستغلال الأراضي الزراعية. الحملة قامت بتنظيمها شبكة دعم الخلايا والتجمعات الزراعية والتنموية. المناسبة جرت بمدينة ماسيني. أحمد ياسين عبد الرحمن. تطبيقا لنداء رئيس الجمهورية الداعي إلى العودة إلى الأرض والاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة، فقد أطلقت شبكة دعم الخلايا والتجمعات الزراعية والتنموية مشروع الحملة الوطنية للتوعية من أجل العودة إلى الأرض وإعمارها وفلاحتها. وتستهدف هذه الحملة التجمعات النسائية العاملة في مجال الزراعة وأيضا الرعاة وأصحاب المهن ذات الصلة بالتنمية الريفية. من جهتهما المنسق الوطني وسلطان شاريبا قرمي عبر عن رضاهما التام بتوجهات الدولة نحو الأرض، وخاصة الاهتمام بقطاعي الثروة الحيوانية والزراعة، لأنهما الركيزتان الأساسيتان للتنمية في تشاد، وأنه منذ قديم الزمان عرفت البلاد بأنها دولة زراعية في المقام الأول. أما الراعي الرسمي للحفل حاكم إقليم شاريبا قرمي مبورتشوغي ويدو تحدث عن مزايا الزراعة وما تحققه من تنمية ودخل مادي جيد إذا طبقت فيها السبل العلمية الحديثة، وأن نداء رئيس الجمهورية بالعودة إلى الأرض سيلقى الدعم الكامل والمساندة من قبل السلطات الإدارية بالإقليم. وختمت المناسبة الرسمية بعرض فيلم وثائقي يحكي عن الممارسات الزراعية في بعض الأقاليم، وبهذا افتتحت الدورة التدريبية حول الفنون الزراعية لصالح التجمعات النسائية بإقليم شاريبا قرمي. بذلت الحكومة التشادية عبر الشركة الوطنية للكهرباء جهودا مقدرة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين، كما شهد توفير الطاقة تطوراً واستقراراً ملموساً في الآونة الأخيرة، إلا أن بعض المواطنين يسلكون دائماً الطرق الملتوية لتوصيل الكهرباء في المنازل، مما يؤثر سلباً في أداء الشركة والحد من هذه الجهود. وحول هذه الظاهرة فقد تعدت الزميلة ابتسام موسى الورقة التالية. إن ظاهرة سرقة الكهرباء في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر بشكل كبير، مما دعا مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها، وخاصة تلك المرتبطة بعمليات توصيل الكهرباء بالمنازل والمحلات التجارية وغيرها بطرق عشوائية من قبل بعض المواطنين. وهذه الظاهرة تقلل من الدخل الاقتصادي للشركة الوطنية للكهرباء وتعرضها لخسائر مادية كبيرة. الشيء ده كتير، الشيء ان الدولو في الفروض ده كتير، كمية كتيرة، بعمل خسارة، خسارة كبيرة للشركة وخسارة كبيرة للوطن. عشان هي الحكومة قد تجي قروش للشركة والشركة تودي الكهرباء. فسرقت الكهرباء التي يحسبها العديد من المواطنين بأنها لا تعد خطيئة أو جناية، فهي في الأصل جريمة يحاسب القانون عليها ويعاقب كل من يرتكبها. سأعرف البرانشمان ده وقت نسول كنترول، نمشي نسول كنترول هنا الفروض ده، نسأله أول حاجة نسأله وين الأوراق، كان نادي ما عنده أوراق، خلاص كل أشياء الدفاع للديمارشال، أشياء الدفاع للأجان المرسمين ده كله خلاص بودير. كما أن الأسلاك الكهربائية التي يتم توصيلها عن طريق التهريب غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر، نتيجة لأنها لم تأخذ المعايير التقنية إن توصيلها، وهذا ما يتسبب كثيرا من حالات الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي في بعض أجزاء أحياء المدينة، ناهيك عن حدوث وقوع التماس في الأسلاك الكهربائية والتي تؤدي إلى نشوب حرائق ووقوع خسائر فادحة سواء كان مادية أو روحية. أي بورت عن الكونستيتيون، ما بورت عن البداك، لكن بورت عن الهوش ده القايد ببرا عند نمران ميري عند نمران الشاري ده برانشماه يكون واحد. النادي من بيشيل الكهرباء وما بدي الجارة جنبه بس، ودي لحدي كارتيت كامل، بودي لحدي يعني يعني أصلا من أبصرنا نان مشيله ودي كبلاي ده عنين نقوله ديستريبيتور.
فشركة الكهرباء في الآونة الأخيرة بدأت تقوم بحملات واسعة شأنها هو مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء التي هي في الأساس ليست من صالح المواطنين، وبالتالي هذه الحملة تحرف بشكل أو آخر إلى حفظ أرواح وممتلكات السكان من مخاطر التيار الكهربائي المقشوش، إلى جانب توعية المواطنين لمعرفة الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الشركة. تعتبر الطاقة المتجددة من أهم مصادر الطاقة التي تسمح بمواكبة العصر الحديث، إن تشاد تعد من الدول التي تتوفر فيها مصادر الطاقة المتجددة إذا استقلت الاستغلال الأمثل. وحول أهمية الاعتماد على الطاقة البديلة فتعد الزميل محمد حسن آدم الورقة التالية. الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تعرف بالطاقة البديلة تعتبر من أهم مصادر الطاقة من هنا لغاية العام 2050، وعليه فإن بلدان العالم بدأت تلفت أنظارها نحو هذا المجال بدلا من الاعتماد على الطاقة التقليدية التي مصدرها المواد البترولية، بغية الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. انرجي رينوفيلابل حين لان عندنا حراري حراري وين برضو كل عندنا حراري دونك نقدر حراري حقنا ده بس نستعمله نشغل بو يبقى لنا الكتريستي يشغل لنا تلفزيون هنانا يشغل لنا فنتيلاتور يشغل لنا كوران نشارجي فوق التليفون هنانا كل شيء يخدم الكترونيك ده يخدمه. كما ان بلادنا تشاد بمظاهرها الطبيعية الخلابة وموقعها الجغرافي بين الساحل والصحراء يساعدها كثيرا في توفير الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية والطاقة المنزلية عبر غاز الميثان. وغاز الميثان يسموه بيو غاز، شيء طبيعي وشيء سهل كل إنسان بيقدر بيستعمله في بيته أو سواء في الجردينة أو سواء دار يولد منه كهرباء عبر الأوساخ، هو شيء سهل. هذا وأن هناك بعض من المؤسسات الوطنية بدأت تمارس تجارة المعدات والآلات المستخدمة في توفير الطاقة المتجددة. الحكومة قد وضعت خطط واستراتيجيات جديدة لتوفير الطاقة البديلة عبر الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة لمواكبة العصر الحديث، وعليه فإن الطاقة المتجددة تفتح فرص جديدة للاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. قامت اليوم جمعية التوعية حول مخاطر المنتجات البترولية بحملة توعوية في كل من مدرسة سبل السلام لتحفيظ القرآن الكريم والكنيسة الكاثوليكية رقم 8 بالدائرة الخامسة، وذلك بهدف توعية النساء من أجل الاستعمال الجيد للغاز المستخدم في المطابخ. هارون أبدا. لتخفيف حجم الأضرار التي يسببها الغاز المستخدم في المطابخ وإزالة المخاوف من استعماله بسبب تلك المخاطر التي تناوش أذهان الكثير من النساء، فإن جمعية التوعية من أجل تفادي الخطورة التي تحدثها المنتجات البترولية السريب بدأت حملتها بمدرسة سبل السلام لتحفيظ القرآن الكريم، حيث قدم رئيس الجمعية علي عبد الرحمن حجار شروحات حول كيفية التعامل مع أنبوبة الغاز بعد وقبل استخدامها لأغراض الطبخ، وقال إن السبب في إشعال الحرائق وغالبا ما يحدث نتيجة لتسرب الغاز بسبب تجاهل الطريقة الصحيحة لإطفائه، كما أن الإهمال المفرط فيه من قبل بعض النساء أو ترك أنبوبة الغاز في متناول الأطفال. وعقب هذه الشروحات أشاد مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع الدائرة الخامسة الشيخ أحمد أبو الفتح بهذه المبادرة التي زودت النساء الحاضرات بطرق الاستعمال الجيد والمحافظ للصحة من العواقب الوخيمة التي تقع بسبب استخدام الغاز. كما شملت هذه الحملة الكنيسة الكاثوليكية رقم 8 بحي سانفيل، وقد جرت نفس الحركات الوصفية لاستعمال أنبوبة الغاز، وأن النساء بهذه الكنيسة انسجمنا مع العرض الذي قدمه أعضاء جمعية أسريب، وأن هذه الحملة ستساهم بشكل كبير في حماية المستهلكين. وعقب ذلك ثمن القس برنباس على جهود الشباب القائمين بهذه الحملة التي وصفها بمهمة اجتماعية من الدرجة الأولى، ونشدهم بمواصلة التوعية في هذا الشأن. رئيس جمعية أسريب علي عبد الرحمن حجار نفى التكهنات الخاطئة التي تدخل الخوف في نفوس بعض الأسر بعدم استخدام الغاز، إلا أنه يعتبر أفضل طاقة للحفاظ على البيئة وتجنب الاحتباس الحراري.
سياسيا، عقد الرئيس الوطني للحزب الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الأوضاع الراهنة، وكان ذلك بمقر الحزب بالدائرة السابعة بحضور رؤساء بعض الأحزاب ومناضلي الحزب. تقرير آدم حنفي فاضل. في كلمته أمام الصحافة العامة والخاصة عند المؤتمر الذي عقده الرئيس الوطني للحزب الديمقراطي الاجتماعي السيد جفودي بكر، والذي هنأ فيه الشعب التشادي بحلول العام الجديد متمنيا للبلاد الخير والسعي إلى التنمية الاجتماعية، كما أنه تطرق إلى 4 نقاط وصفها بالعصية والمهملة من قبل بعض الأشخاص، وهي الحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وكذا الحالة الأمنية أيضا، مؤكدا أن عملية قطع رواتب الموظفين جاءت في وقت غير مناسب، وأضاف قائلا ينبغي للحكومة مراعاة سير المستلزمات الأساسية للحياة وخاصة غلاء المعيشة، طالبا من الجهات المعنية أن تقوم بدراسة تامة تساوي بين الوضع الراهن، فليس للقمع مجالا في سلامة المجتمع التشادي. كما قدمت خلال هذا المؤتمر عدة تساؤلات من قبل الصحفيين للمؤتمر حول المسائل المتعلقة بحياة الشعب ورفاهيته وكذا تنمية البلاد، ورد عليها المؤتمر بشفافية ووضوح. تم أمس تنصيب الشيخ قبيلة مباي بمدينة أنجمينة، المناسبة ترأس ممثل سلطان مدينة أنجمينة وكانت بحضور أعوان القبيلة القاطنين بالعاصمة محمد السليك وقرأت الحسين النور. بهذه الرقصات التراثية بدأت رسميا فعاليات مراسم تنصيب شيخ قبيلة مباي جنغا لمدينة أنجمينة بحضور ممثل سلطان مدينة أنجمينة وممثلي السلطات التقليدية وعدد كبير من أفراد القبيلة والمدعوين. في كلمته رئيس اللجنة المنظمة للحفل دايندو موريس رحب بالحضور وقال إن أبناء قبيلة أمباي يمثلون جزءا كبيرا من سكان إقليمي لوغون القربي وشرق الأوسط، مضيفا بأن هذا الاحتفال يعكس جانبا من اهتمامات القبيلة باعتبارها إحدى القبائل المشهورة في المناطق الجنوبية للبلاد. أما ممثل سلطان مدينة أنجمينة بشير بشارة خلال كلمته قدم تهنئه لزعيم القبيلة الجديد، ومن ثم تلا قرار التعيين الصادر من قبل سلطان مدينة أنجمينة كممثلا لقبيلة أمباي جنغا في محافظتي لينيا وماني والمساقط، كما طلب من الزعيم الجديد ضرورة احترام القانون والعادات والتقاليد. هذا ونشير إلى أن قرار تعيين شيخ قبيلة أمباي جنغا من قبل سلطان مدينة أنجمينة يحمل رقم 010 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2016. قدم وفد من إقليم دارسلا الذي يترأسه سلطان الإقليم قدم التعازي لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوفاة رئيس المجلس الدكتور حسين حسن أبكر أدم حسن المكاوي. واجب العزاء هو ما حمل وفد إقليم سلا المكون من مشايخ وبرلماني المنطقة وعدد من الكوادر يتقدمهم سلطان دارسلا إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتقديم واجب العزاء لأعضاء المجلس. الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة أول ما فتح به لقاء المواساة. الرئيس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم دارسلا أحمد بخاري قدم تعازيه الحارة لرئيس الجمهورية وأسرة الفقيد وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باسم المشايخ والخلاوي القرآنية وشعب دارسلا. طأطأة الرأس أمام الأقدار ولسان الحال يقول إنها إرادتك يا الله، هكذا كانت تعابير الوجوه التي خانتها الدموع في مجلس رضى بالمقضي والمكتوب. شيخنا منذ فارقانا ما إقليم سلا وهذا، لكن هو للأمة التشادية عامة، فإذا الأيام اللي نحن قاعدين نعيشوها هي أيام صعبة. الحمد لله اللهم يدخله في جنات النعيم، الله يطرح البركة في أسرتي. سلطان دارسلا خلال اللقاء قدم وصية لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونتمنى لكم أنتوا ذاتكم كل أخواننا أبهمنا الفخرة الألومة تتوهدوا لنا وأنينا كمان وراكم وتدونا كلمة طيبة عشان للبلد ده ننخذوها بالوحدة والتفاير. نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر شكر وفد دارسلا باسم المجلس على مواساتهم الطيبة بهذا الفقدان الجلل. نحن وإن كان فقدنا هذا الرجل الهمام الذي
ترك بصماته في صفحات التاريخ، أيضا كذلك لنا أمل كبير في أن هناك في جهة موجهة ومسهلة وهي موجودة وهي تتمثل في قائد هذه الدولة. المغفور له بإذن ربه الشيخ الدكتور حسين حسن البكر أحد أبناء إقليم درسلة تحديدا مقاطعة الجرف الأحمر. يعد الإمام حسين حسن البكر من أبرز القيادات الدينية التشادية التي أرسلت دعائم التعايش السلمي بين أبناء الوطن. الساحة الثقافية بدأت في الآونة الأخيرة تخطو خطوات حثيثة نحو التطور، وذلك بصدور العديد من المؤلفات التي تصدر جلها من قبل الشباب. وفي هذا السياق فقد سلط الزميل خليل حسن صالح ضوء على أحد الكتاب الشباب وهو محمد أصيل دقاش، نتابع. صرخة أمل هي أولى مؤلفات محمد أصيل دقاش، تناول فيها عدة مواضيع حيوية تحدثت عن مشاكل الشباب في إهمال التعليم والعطالة وتعاطي المخدرات والإسراف في التدخين. محمد أصيل دقاش مولع بالقراءة، يهتم بالصحف والقصص والروايات ويعتبرها صديقا دائما له يلجأ إليها في أوقات الفراغ إذا ما كان في البيت أو في الخارج، فكانت مصدر إلهامه ليلتحق بموكب الكتاب والمؤلفين عبر كتابه صرخة أمل، والتي دعا فيها الشباب للعمل والبحث عن النجاح والتفوق، كما دعا الحكومة أيضا لتطوير الحياة العلمية للشباب والاهتمام بهم كعنصر هام في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وعدم تهميشهم. ولد دقاش في العاصمة أنجمينا ويبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل الآن مسؤولا نائبا بإدارة الجمارك بإقليم مايوكيبي شرق. صرخة أمل ليست فقط المؤلف الوحيد لمحمد أصيل، وإنما له مؤلف آخر قيد الكتابة. الكفيف محمد ابن محمد هو أعمى بصر وليس أعمى بصيرة، حيث يقوم بمزاولة بعض العمل التي قد لا يقوم بها غير المكفوفين. الزميل سعيد أحمد حسن سلط الضوء على في هذه الورقة على شخصية هذا المكفوف وهو محمد ابن محمد. نتابع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقدان البصر ليس نهاية العالم، هذا ما أثبته محمد ابن محمد حامد المعروف بأبعين في قلبه. ولد محمد في 18 من مارس سنة 1987 ميلادية. فقد محمد نعمة البصر منذ سن الرابعة، ولم يمنعه ذلك من السعي في طلب العلم والمعرفة، فقد حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد القادر عيسى في سن مبكرة، وعمل بعدها في تحويل وحدات الرصيد لإحدى شركات الاتصالات بمدينة كسري الكاميرونية المجاورة. وبعد تجربة طويلة لم يجد محمد غير مهنته التي لطالما حلم بها، وهي تحفيظ القرآن الكريم وعلومه. نتمنى من الله العلي القدير أن يفتح لنا مكان أحسن منه، مكان أكبر يعني، وينبني يكون يعني خلوة يعني أساسا كده يعني تكون خاصة يعني تكون خلوة يعني للدرس بقى القرآن الكريم يعني ده بس يعني مرادي، ما عندي أي مراد آخر تاني. تحت ظل هذه الأشجار أسس محمد ابن محمد حامد خلوته المتواضعة وأسماها خلوة فاطمة الزهراء، يقوم كل من الأستاذ جمعة عثمان وبشارة محمد بشارة وموسى أبكر موسى بمساعدة شيخ الخلوة، وذلك بتعليم الأطفال الكتابة، ويقوم محمد بتلقينهم الآيات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وبعد انتهاء الوقت المحدد للدراسة يقوم محمد بتفقد أحوال بيته ومن ثم زيارة الأقارب كأي شخص عادي، والمكان الذي اعتاده كثيرا هو منزل عمته حجة رمادة حامد بأمر جيبه، نظرا للمكان التي تحتلها في قلبه على حد تعبيره. ومن المزايا التي يتمتع بها مقدرته على تحديد من يرغب بالاتصال به من قائمة هاتفه النقال، ومن ثم اختيار الشريحة التي يود الاتصال من خلالها دون أي مساعدة. أكبر هزيمة في الحياة أن تترك مجالا للإحباط في حياتك فينال منك، ولا يوجد طريقة مثل للتخلص منه سوى التفاؤل. الحمد لله عندما الله أصابني
فقد بصري فقط، ولكن الحمد لله الله أوطني بنعم لا تؤت ولا توصى. وأريد يعني أن أؤكد لأي زول كان مصاب بإلا خلاص يعني خليك يكون عندك حمى عالية وعندك مستقبل، عارف عندك مستقبل وعندك شيء تسوي، ما خلاص تكون يعني أنت تكون إلا للناس أعلى للناس والناس بس يعاونوك وأي شيء. يخليك يعني زول عندك فكر احتمال تبقى يعني زول يعني ليدر في أسرتك، ما خلاص تكون يعني أنت قاعد تشوف نفسك أنت ناقص من الناس وتهين نفسك يعني. نعم، من لا يحرك ساكنا يبقى ساكنا، فمن جد وجد ومن زرع حصد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذه نظمت اللجنة الأولمبية لتطوير الرياضة مأدبة عشاء، تم من خلالها عرض الاستراتيجية الجديدة لترقية الرياضة في جد. حسن جد عمر. إن تنظيم مأدبة العشاء هذه جاء لعرض الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها اللجنة الأولمبية الرياضية الجادية لتطوير الرياضة الجادية. وتتمثل هذه الاستراتيجية على حسب رئيس اللجنة الأولمبية أبكر جرمأومي في تنظيم جائزة التميز الرياضي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ابتداء من العام الحالي، حيث تطاع الجائزة لأفضل لاعب في العام على المستوى الوطني وأفضل مدرب إلى جانب أفضل نادي، وكذا أفضل شريك ممول يسعى لترقية القطاع الرياضي، وأخيرا أفضل رئيس فيدرالية من ضمن الفيدراليات الجادية. في سبور نشاط السالمية القادمة والسبونسور معه في سبور نشاط بكونه ركز في قدرنا حكومة بيدا ما ببقى إلا الأوبراتير بريفي إيكونوميك وجههم كله يساعد كيف نقل نحطه معهم كونترا ونخدم مساواة عشان نساعده سبور نشاط ده سبور الأمان الأوبراتير إيكونوميك بعد شلو ماي خلاص الرندفو عشان نلومه وكيف نشلو يعني نشوفه تكتيك نسوه نقل يساعدونا وأنكم يساعدوا المجموعة السبورتية. كما أدرج في دفتر الأمسية عرض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ولجانح المختلفة من إعلامية ورياضية وقانونية ومالية إلى جانب التجارية، وكذا رؤساء وممثلي جميع الفيدراليات التشادية، استراتيجيات مختلفة وهدفها واحد وهو هلم نهضة الرياضة التشادية بأن تكون أفضل، وهذا ما ترمي إليه اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.